فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 الأوائل من شهر ذي الحجة؟ نعم، ورد في حديث أم سلمة، والحديث مذكور في المنتقى، منتقى الأخبار الذي معكم، النبي صام 9 ذي الحجة ويستحب صيامها. وأيضا ما من أيام العمل أحب إلى الله من هذه الأيام العشر يدخل فيه الصيام من باب أولى، الصيام من الأعمال الصالحة. نعم، فالذين ينكرون صيام العشر هؤلاء غالطون، وهم يلتمسون للناس العيوب ويلتمسون للناس الأغلاط، وإن كانوا هم المخطئين فلا يجوز هذا تشكيك الناس في أمور العبادات والفضائل، لا يجوز تشكيك الناس إلا بدليل على أن هذا بدعة وأن هذا غير مشروع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز لي أن أذبح الأضحية وأجمع معها نية العقيقة؟ وفي فتوى، في فتوى صدرت من اللجنة الدائمة بمشروعية صيام 10 ذي الحجة بناء على هذا الحديث على عهد الشيخ بن باز رحمه الله، ووقع هذه الفتوى. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.